اتفضل عمي. لبسه. شكرا يا زكريا. طمني. قربنا نوصل للي خطفوا ياسمين. وغالبا هم اللي خطفوا فارس. اللي حصل في اخواتي ده دين في رقبتي. هيترد اللي عمل فيهم كده تالت ومتلت. قدها وقدود يا ابن زين. المهم بس انا مش عايزك تنزل العمليه دي لوحدك. ليه يا عمي؟ هو انا مش قدها؟ لا قدها. ما انا لسه بقول لك يا زكريا انت كبير. من يوم ما اتولدت وانت كبير. انا طول عمري اقول لابوك كده. بس انا مش مطمن. حوالينا عقارب كتير مستنيه اللحظه اللي تلسعنا فيها. واحنا بنهرب منهم ولا بنعرف نصطادهم وندفنهم مكانهم؟ بنصطادهم وبنعمل كل اللي احنا عايزينه بس لما نكون جنب بعض. انما دلوقتي زي ما انت شايف انا مرمي هنا وانت بره لوحدك. عشان انا لوحدي يا عمي لازم انزل العمليه دي مكانك. الناس كلها لازم تعرف ان لو ما فضلش غير واحد في عيله العطارين كل حاجة هتفضل ماشية زي ما هي. راجل يا زكريا طمنتني. على فكرة جلال جالي عايز يفك حبل المشنقة من حوالين رقبتي بس في نفس الوقت عايز يربط بيه ايد عيلة العطار كلها. وناوي على ايه؟ هطمعه. هو طمعان وانا هطمعه اكتر. والحبل اللي بيفكر يربطنا بيه بكره هعلقه من رقبته فيه. بس المهم يا زكريا عايزك لو نزلت العمليه دي تفنجل عينيك وتخلي بالك من اللي حواليك قوي. الضربه اللي بتصيب دايما بتيجي من القريب. خلي بالك يا عزيز انك عشان تثبت براءة حسن وامير هتثبت معاهم اني حكمت عليهم زور. حكمت عليهم باطل. مش القصد يا عم سميح بس كل الموضوع ان انا خدت شوية قمح من المخزن بتاع عم حمزة واكلته الحمامة من الحمام اللي في البرج. الحمامة فضلت عايشة. معنى كده ان الاكل ده كويس ما فيهوش حاجة. وبعدين رحت المطبخ خدت عينة تانية من القمح اللي هناك. شوال كده شكله غريب في وسط الشوالة. أكلت منه الحمامة تانية أول ما أكلت منه ماتت. ده معناه إيه يا عم سميح؟ معناه حد رمى الشوال ده في وسط الشوالة وأنا مش ههدى غير لما أعرف مين الحد ده. بس سيبك سيبك من كل ده. كل ده مش مهم. أنا المهم عندي دلوقتي إن إحنا نخرج حسن وأمير يا عم سميح. الحمامة ماتت وربنا رحمها من اللي إحنا فيه واللي داخلين عليه. واللي داخلين عليه يا عزيز مش لازم حسن وأمير يبقوا فيه. إحنا داخلين على أيام لازم كلاتنا نبقى يد واحدة زي سور دار طوبة جنب طوبة. لو طوبة واحدة مخالفة السور ينهار واللي وراه يضيع. مفيش حرب من غير خسائر. وأول خطوة في الحرب إنك تعرف مين معاك ومين عليك. لو حسن وأمير طوبة مخالفة مش سيينة مش منينة مش يوت زينا. ما فتحوش عينيهم على الدنيا. ما يعرفوش أهلهم مين ولا فين. والدار دي هي ناسنا وأهالينا واللي تستاهل نضحي بروحنا علشانها. حسن وأمير عاشوا وسطينا يمكن حبناهم وحبونا بحكم العشرة يعني. لكن عمرهم ما كانوا زينا ولا حيكونوا منينا. واللي عايزهم يبقوا زينا أكيد أكيد يا عزيز هو اللي زيهم. صدقني يا عزيز الوقت ده فرصة عشان تعرف مين اللي يستاهل يعيش في الدار دي ومين لا. ما يصحش يكون موجود فيه. فكر يا عزيز كويس. مش دايما الحاجة اللي تفكر فيها صح بتطلع دايما صح. وفكر كمان في المعمل بتاعك يتحرق يتكسر
يجرى له حاجة سيئة لا قدر الله لو حد عرف اللي انت بتتكلم فيه معاي ده. فكر فكر يا عزيز، انا عارف انك عاقل عاقل وراجل بتفهم صح. يلا يا اخوي يلا قوم على المعمل بتاعك، قوم هار ربنا يهديك. ازاي حسن؟ عزيز ها يا ابني طمني، عملت ايه جوه مع سميح؟ ها ايه يا ابني بكلمك على فكره، انت شربت سبيرت ولا ايه؟ بقول لك عملت ايه جوه مع سميح؟ الحمامتين ماتوا عبايده. ماتوا؟ ماتوا ازاي يعني؟ ماتوا الحمامتين ماتوا. ايه يا عبايده ما بتفهمش؟ طب ما تفهمني يا عزيز. انا بقول لك ايه، سيبني دلوقتي سيبني دلوقتي يا عبايده. سلمى ما تعرفيش حازم اخوك راح فين؟ لا يا ماما، هو مش مع مدرس واصحابه دول؟ مش موجود وما بيردش على موبايله. بعدين بقى مش عارفه هلاقيها منه ولا من ياسمين. بس ايه رايك بقى يا معلم في الجمجمه؟ اديني اهو خرجتك من غير بص ما حد يلمحها خالص. عاش يا هيرو، انت ناقص بس تخليه يشرب وتبقى برنس. سهل، بقول لك ايه؟ خد اشرب. اشرب بقى يا عم ما تصغرناش. هات واسكت. عارف يا هيرو؟ انا بحب يارا قوي، بس هي مش حساني عشان هو اللي بيعجبها يعني. تحب الواد الصايع، بس والله مش مشكلتي، دي مشكلة ابويا الله يرحمه ان هو ربنا. ايه يا عم انت اتسطلت على الريحة ولا ايه؟ طب يلا بينا يا جماعة انا عايز اروح. خلينا قاعدين شوية يا حازم. ما انتوا مش حاسين بحاجة، انا اللي هروح البيت ومش عارف هيدخلوني ولا لا. في يا عم وانت حد عبرك حتى برنة؟ الموبايل. الموبايل فين؟ التليفون جنبك؟ مش جنبي. اسكتوا خالص. ها يا زكريا، ما ينفعش حد يعاملك بطريقه مش عاجباك. طالما انت حاسس انك مش مرتاح للطريقه والاسلوب اللي بيعاملوك بيه يبقى لازم تعترض. ما هم هيضربوني لو اعترضت، اصل انت مش فاهمه، انا التافه الوحيد في الشله دي. تمانية، الالم النفسي بيكون اصعب بكتير قوي من الالم الجسدي. يعني انت لو وقفت كده قدام حد وكلمته بثقه هيخاف منك، هيسمع كلامك، هيعمل لك اللي انت عايزه على طول. صح، انت صح. انا كنت دايما ولا تمانية. قوم ياض، في حكومه مرشقه في المنطقه، قوم خد البت دي بسرعه وطير على خالتك هناء. قوم ياض. لو سمحت انجز يا لو سمحت انا معترض. مو ايه؟ معترض. معترض. وانا كمان معترض. يا عره واعتراضي وحش وما بحبش حد ما بحبش حد يعترض. يا عرة وما بتقول ده. خلاص يلا يا عبلة سيبنا الموضوع ده كبير. وما لقيتش غلط بجد. قال لي يا بنتي يا نادية، ما سمعتيش أي حاجة عن الواد تامر؟ ما سمعتش عنه، أنا قعدت معاه بس لما أنت ضغطتي عليا، وبصراحة كده الكلام ما عجبنيش. يلا كان زمانك هتبقي أرملة. ليه؟ الواد ابن المجنونة من كتر شرب الخمرة انتحر، ولا يمكن مات من الزعل عليكي. الحمد لله كنت هتجوزيني واحد مجنون. اهو خد الشر وراح، مكيش حظ يعني في الجواز، واخده الحظ من وش ابوكي. بس انت خليكي معايا وانا هجوزك سيد زيدو. هتعتقني بقى يا اختي لوجه الله، سيبيني في اللي انا فيه، انا مش ناقصه مصايب. مصايب؟ مصايب ايه يا عنايا؟ يا الهي يا رب اشوف فيك نصيب انت وابوكي، ويكون يوم تلاته ما حد فاضلكوا. كتكل قرف. زكريا هو انت بتتكلمش معايا ليه؟ اسمع حازم، اوعى تفتكر ان انا اخترت اللي احنا فيه ده، بس احنا شايلين اسم عيلة العطار، وزي ما احنا شايلين اسم العيلة شايلين معاه حاجات كتير. بس انا مش عايز اشيلها يا زكريا. مش بمزاجك يا حازم،
بيجي وقت في عمر البني آدم لازم ينسى نفسه ويفكر بس في أهل بيته اللي اتولد فيه وما يهربش. هديك شفت أخوك صالح حاول يهرب على قد ما حاول، وفي الآخر إيه؟ هو هيرجع تاني ويشيل معايا. اللي أنت عملته ده غلط. إحنا في وقت صعب، اللي أنت عملته ده ممكن أمك تروح فيه، طب ممكن حد من أصحابك يتقتل بسببه. فوق يا حازم، فوق، أنت ما بقتش صغير. اتحمل المسؤولية يا أخي، فكر في عيلتك ما تفكرش في نفسك. يلا أهو مسل. أنا آسف يا أمي، سامحيني، أنا غلطت، سامحيني يا ماما، مش هعمل كده تاني. امسك، خلي ده معاك. أيوة يا زكريا، بس أنا عمري ما شلت سلاح. كل حاجة بيبقى ليها وقتها، وده جه وقته، خليه معاك، يمكن تحتاجه اليومين اللي جايين، محدش عارف ايه اللي هيحصل. امسك، امسك يا صالح. ها؟ فكرت في اللي قلت لك عليه؟ فكرت.